لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله في تأويل قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول تعالى ذكره: لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ريبة. يقول: لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم، يعني شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنائهم محسنين إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتون. والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه وما إليه صائر أمرهم في الآخرة وفي الحياة ما عاشوا وغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم، حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه. عن ابن عباس: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني شك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني الموت. عن قتادة: ريبة في قلوبهم، قال شكا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن يموتوا. عن قتادة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يقول حتى يموت. كأن إلا بمعنى حتى. عن مجاهد: إلا أن تقطع قلوبهم، قال يموت. عن قتادة والحسن: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال شكا في قلوبهم. الحبيب قال غيظا في قلوبهم. عن مجاهد: إلا أن تقطع قلوبهم، قال يموت. عن حبيب: إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن يموت. عن السدي: ريبة في قلوبهم، قال كف. قلت: أكفر مجمع ابن جارية؟ قال: لا، ولكنها حزازة، حزازة ريب، حزازة نفاق. لأن مجمع كما ذكر قبل ذلك لم يكن على علم كامل بما أراد هؤلاء، ولكن جعلوه إماما لهم. عن السدي: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال حزازة في قلوبهم. كأن هذه الرواية مختصرة التي قبلها بحرق مجمع، وإلا فغيره كفر كما ذكر قول الصلاة. قال ابن زيد في قوله: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال ريبة في قلوبهم راضين بما صنعوا، كما حبب العجل في قلوب أصحاب موسى
فقرأ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال حبهم أشربوا حبه، ده أحسن الأقوال في هذه الآية، أشربوا حب العجل. كما قال تعالى: انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. الإنسان إذا ابتدع شيئا ابتلي بأنه يظل يحبه حتى بعد أن يظهر بطلانه، نعوذ بالله. قال ابن زيد: قال إلا أن تقطع قلوبهم. قال: لا يزال ذلك في قلوبهم حتى يموتوا، يعني المنافقين. إبراهيم: ريبة في قلوبهم. قال: شكا. قال: قلت يا أبا عمران تقول هذا وقد قرأت القرآن؟ قال: إنما هي حزازة. يعني كأنه شيء من ذلك، لأن هذا فيه نوع من الاختصار المخل، لأنه لا تعارض مع قراءة القرآن في تفسير ذلك بشك، هناك اختصار مخل. قال: واختلفت القراءة في قراءة قوله إلا أن تقطع قلوبهم، فقرأ ذلك بعض قراءة الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة: إلا أن تقطع قلوبهم، على أنه لم يسمى فاعله، ومعنى إلا أن يقطع الله قلوبهم قلوبهم. وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة والكوفة: إلا أن تقطع قلوبهم، بفتح التاء من تقطع، على أن الفعل القلوب معنى إلا أن تتقطع قلوبهم. وذكر أن الحسن قرأ إلى أن تقطع قلوبهم، معنى حتى تتقطع قلوبهم، أظنها تفسيرية. فذكر أنها في قراءة عبد الله: ولو قطعت قلوبهم، على الاعتبار بذلك قرأ من قرأ ذلك إلا أن تقطع قلوبهم، كأن هذا النفاق مختلط بالقلوب لا ينفرقها إلى أن تموت. قال أبو جعفر: والقول عندي في ذلك أن الفتح في التاء والضم متقارب المعنى، لأن القلوب لا تتقطع إذا تقطعت إلا بتقطيع الله إياه، فلا يقطعها الله إلا وهي متقطعة، يعني إلا وقد تقطعت. هما قراءتان معروفتان، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في قراءتها. أما قراءة ذلك إلى أن تقطع فقراءة لمصاحف المسلمين مخالفة، ولا أرى القراءة بخلاف ما في مصاحفهم جائزة. ونحن أيضا والمسلمون لا يرون ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أما خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، أنهار به في نار جهنم. يقول تعالى ذكره: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله على تقوى الله ورضوان، ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، أي طرف حفيرة، مثاله أي مثاله كمن بنى بنيانه على طرف حفيرة انهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر: رأيت جابر بن عبد الله، قال: رأيت
المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف ابن ياسين، ابن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. ذكرنا ضعف هذا الرجل. وقوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب اقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم، كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم السدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. الله عليم، أي بأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.